تهتم بالمبدع الذي تسكنه حالة التشظي دوما، ومنها يبدع، لأن الإبداع لا يربو على أرض ساكنة مستقرة، بل على أرض تثور وتهدأ. ومن هنا يأتي الخلق والإنتاج الحقيقي الذي يسمو بالإنسان ويرتقي بفكره. أيها الأحبة، الفن اكتشاف لرؤى نابعة من مواقف تاريخية وإنسانية، وخبرة الفنان في أن يخرج على الشكل التقليدي ليفرض معادلات جمالية مبهرة. مرحبا بكم في شظايا الإبداع. ضيفنا اليوم فنان معروف عربيا وعالميا، أخذ دوره في اكتشاف رؤيته النابعة من موقفه التاريخي والإنساني، باحثاً عن جوهر العلاقة المتصلة بشظايا الروح الإنسانية، وهي في حالة تأرجح بين العالم المكاني للطبيعة المرئية والاندياح الروحي لها. ضيفنا هو الفنان العراقي رافع الناصري. أعزائنا، عبر عوالم الإبداع المختلفة نلتقي اليوم بالفنان التشكيلي رافع الناصري. نرحب بك معنا في شظايا الإبداع. مساء الخير. رافع الناصري تجربة فنية عريقة امتدت جغرافيا واجتازت الكثير من التضاريس والعوالم والمدن والعواصم، من النمسا إلى أمريكا اللاتينية إلى الصين إلى أوروبا إلى دول عربية. كل هذه المدن والعواصم شكلت ذاكرة رافع الناصري الفنية. ما مدى تأثير هذه المحطات بالنسبة لمسيرتك الفنية؟ كثيرا بالتأكيد. أهم محطة وأولها كانت في بغداد في معهد الفنون الجميلة بين عام 1956-1959. هذه محطة أساسية بالنسبة لتجربتي الفنية، لأنه معهد الفنون في ذلك الوقت كان في أرقى حالاته، في أهم مراحله التدريسية، خاصة وإذا عرفنا أنه جواد سليم وفائق حسن وإسماعيل الشيخلي وغيرهم من رواد الفن التشكيلي في العراق كانوا أساتذة في ذلك الحين. شخصيا تلمذت على يد جواد سليم وعلى يد فائق حسن، وأخذنا الكثير من المعلومات الفنية وكذلك التقاليد في عالم الفن. مثل ما تعرفين يعني جواد سليم وفائق حسن وغيرهم زملائهم من الفنانين العراقيين كانوا دارسين في أوروبا، يعني معظمهم في باريس ولندن وروما،
ونقلوا التجربة المهمة في عملية التعليم الفني في أوروبا، نقلوها إلى 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 بغداد. على كل حال هذه يعني ما أريد أركز عليها كثير. في السنة الأخيرة من 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 معهد الفنون في عام 59 أقيم معرض للفن الصيني المعاصر، معرض ضخم جدا، واندهشنا نحن طلبة وطلبة فن، وبعدنا في البداية فشفنا الفن الصيني شيء معجزة. دخلت في ذاكرتي هذه الأشياء وهذه التأثيرات، وعندما تخرجت خيرت بين أن أدرس في أوروبا أو أدرس في بلدان شرقية ومنها الصين. وأنا في ذلك السن يعني في سن 19 سنة اخترت أن أذهب إلى الصين. أنها مغامرة حقيقة ولا أعرف نتائجها، بلد بعيد غريب جديد، لكن قررت أن أذهب وأدرس الفن الصيني لأنه مختلف يعني بالبساطة. ذاك الوقت فكرت أنه الأساتذة كلهم اللي نعرفهم كلهم دارسين في أوروبا، وإحنا نعرف الفن الأوروبي بشكل من الأشكال، دعنا نجرب شيء مختلف. وبالفعل يعني سافرت إلى الصين في عام 59، قضيت 4 سنوات هناك، لكن طبعا الشهادة ل5 سنوات أعطوني إياها، لأن هناك قصة طريفة أيضا في هذا الموضوع. نعم. يعني حسبوا حساب الدراسة في بغداد، ودخلت امتحان قبول مرة أخرى في الأكاديمية المركزية في بكين. نعم. أكاديمية الفنون المركزية، وعلى أثر هذا الامتحان قبلت هناك في المرحلة الثالثة. في المرحلة الثالثة قفزت 3 سنوات. 3 سنوات مرة واحدة. جميل. التجربة الصينية حياتيا و معرفيا فنيا لها تأثير كبير. المحطة الثانية المهمة، لأنه الفن الصيني مختلف وفلسفته مختلفة عن أي فنون أخرى في العالم. الحقيقة له هو ركائزه الخاصة، أساسياته الخاصة، فلسفته الخاصة، تطلعاته الخاصة. يعني الفن الصيني طبعا بعدين الفن الياباني وربما فنون الشرق، بس هو بالأساس الفن الصيني اللي علم الآخرين واللي بدأ بكل هذه الأشياء. له روحية مختلفة، التعامل مع المفردة التشكيلية مختلفة، اللون، المواد التي تستخدم لها قدسية، لها استخدامات نابعة من 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 وجدان ومن قلب الفنان. يعني الفنان والمادة يكاد أن يتساويان في ينصهران في يعني في روح واحدة، في روح واحدة، في عملية إبداعية واحدة. جميل. ولهذا الصيني مثلا لا يرسم في الهواء الطلق كما يرسم الرسام الأوروبي. يعني لما يريد يرسم طبيعة لا يرسم يخرج إلى الطبيعة، يرسم في المرسمة في محترفة، اعتمادا على أنه هو يذهب إلى الطبيعة وربما يعيش في الطبيعة لأيام وربما لشهور أو لفترات مختلفة، لكن يرجع إلى المحترف ليرسم هذا الانطباع. يعني يعيش ويختزل ويركز في الذاكرة ويطرحها. ولهذا يطرح أو يعني لما الفنان يستخدمه في منظر طبيعي أو أشكال إنسانية أو زهور أو شيء من القبائل، هذه الأشياء التقليدية في الصين ترى تجدينها مقاربة للطبيعة لكنها بحيوية وروحية مركزة. الفنان الصيني الحقيقة يعيش الفن وليس فقط
يرسم في 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 فترة معينة أو في زمن معين. كل حياته هي فن. جميل. وشعب أيضا نفس الشيء يعني. في الصين المعيشة اليومية في الحياة اليومية داخل البيت أو داخل الشارع أو هي كلها تفاصيل فنية صغيرة جدا. فالفن والحياة يعني لا ينفصلان نهائيا. المحطة الثالثة. الثالثة في البرتغال وهي النقيض للفترة الشرقية فترة الصين. فترة البرتغال منحت زمالة من مؤسسة كولبنكيان في البرتغال. وطبعا كولبنكيان معروف أنه هو أصل عراقي وكان يأخذ 5% من النفط العراقي لأنه واحد من اللي ساعدوا على اكتشاف النفط العراقي في أيامها. فبقى والورثة وأسسوا مؤسسة في البرتغال. هذه المؤسسة ترعى الفنون والثقافة بشكل عام في أوروبا أو في العالم لنقل في أوروبا في البرتغال وفي العراق أيضا إلى حد تأميم النفط أو قبل تأميم النفط كانوا يرعوا كثير من النشاطات الفنية في العراق. المهم ما أريد أطول القصة بس منحت هذه الزمالة سنتين في البرتغال في فترة الثورة الثقافية في أوروبا يعني بين عام 67 وعام 69. كان هناك انفجار في كثير من القضايا على الساحة الأوروبية وربما العالم أيضا اجتماعيا ثقافيا كذا. إذا تذكرين الموسيقى كانت ثورة فيها، الملابس، شكل البشر في وقتها، ثورة الطلاب في فرنسا، يعني تفجيرات الحقيقة لأنه فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. نعم. وطلعت البوب آرت كان ذاك الوقت كثير من الأشياء. فالبرتغال أثرت بي بهذا الجانب يعني كنت قريب على الفن الأوروبي. نعم. وعلى ما يطرح من جديد حقيقة في الفن. من هناك اكتشفت الحرف العربي، هو جزء منه نوع من الدفاع عن النفس أو إثبات الهوية. نعم. وجزء من عنده أنه في تلك الفترة كان الاتجاه أيضا نحو الحروفية. أيه. بشكل عام يعني لم يكن عندي اطلاع مباشر على ما كان يحدث في الوطن العربي في الفن العربي لنقل واستخدام الحرف العربي إلا ما ندر يعني قليل لأنه كنا بعيدين شوي. المهم أنه هنا هذه المرحلة التأسيسية المهمة لما سيحدث بعد ذلك. يعني في البرتغال تأسست وبدأ الأسلوب الفني يكون على شكله يعني الواضح. نعم، يأخذ شكل المهم. التجريد والحرف العربي. هذه المحطات الأخرى كلها راح تصير تبعا لهذا الشيء. نعم. يعني وضع الأساس يعني في الأساس في للأسلوب الفني. نعم. لنقل يعني عام 69 هو بدأ بهذه الشيء وانطلقت. يعني رجعت إلى بغداد فأول المعارض اللي أقامتها طبعا في بغداد ثم في بيروت. بيروت محطة مهمة على مستوى الوطن العربي لأن بيروت في تلك الفترة أيضا كانت مزدهرة. نعم. يعني ثقافيا ويعني حتى فيها أوائل الحرية كانت على أشدها وفي قمتها. والحقيقة يعني دور بيروت في تثبيت أسماء الفنانين العرب مهمة جدا. يعني الذي يعرض في بيروت في تلك الفترة ينتشر بسرعة ويشتهر يعني أيضا بسرعة. فبدأت 69 في بيروت وطبعا بيروت لاحقا يعني كنت أعرض فيها في فترات مختلفة إلى حد آخر شيء 93. من أيضا من المحطات المهمة أمريكا اللاتينية والاطلاع على فن أمريكا اللاتينية بشكل مباشر.
هذا حدث مؤخرا يعني بال 86 يعني بعد أن وجدت يعني بداية الطريق وثبت نوع من الأسلوبية نوع من الهوية في لوحتي. أمريكا اللاتينية أثرت علي بشكل كبير لأنه تعرفين يعني روحيا هم قريبين علينا تكوينهم الشخصي في الأدب والفنون نعم. بالضبط وهم لهم باع طويل في الفن وفي الفن الحديث أيضا ف يعني اطلعت أنه كيف يمزجون هالشيئين المهمين بالعملية الإبداعية واطلاعي كان مباشر لأنه كنت في لجنة لاختيار فنانين للمشاركة في مهرجان بغداد الأول للفن التشكيلي عملنا في 86 مهرجان عالمي للفن فكنت أنا في اللجنة العليا وتوزعنا كل اثنين ثلاثة على قارة أو على بلدان معينة الشرق أوروبا الدول العربية أفريقيا أمريكا كانت أنا حصتي أمريكا اللاتينية فبدأنا الحقيقة بدأنا الجولة من أسبانيا وبعدين البرازيل بعدين الأرجنتين وتعرفين يعني في هذه المهمة يجب أن نتعرف على الفنانين بشكل شخصي نزور مراسمهم نعرف الانخراط الفني معهم بالضبط مستوى الأعمال مالتهم ونشوفها على الطبيعة والتبادل الآراء والكلام وكذا فأعطتني الحقيقة جانبي أنها أعطتني ثقة بالنفس وأعطتني أيضا معرفة بما يدور في هذا المجال أنا دائما أقول أنه أقرب شيء أنهما أمريكا اللاتينية وبعدين جنوب شرق آسيا أيضا يعني تعتبرها أهم محطة في محطاتك أمريكا لا لا اللاتينية؟ لا هي واحدة من المحطات المهمة لا أكيد أكيد يعني تأثيرهم بالنسبة لك أكثر تأثيرا بالنسبة لتجربتك الفنية ونضجك الفني وتعاملك مع الفن التشكيلي هذه المحطات هل هناك هو طبعا الصيني اكيد يعني انا من قلت اساس بغداد هو الحقيقه التركيز الاساسي هو التاثير الصيني ولا زال ربما في اعمالي مسحه من الروحيه الصينيه وربما بعض الرموز البسيطه لكن التاثير الصيني لا زال لانه انا الحقيقه انسجمت مع الفن الصيني مع روحيه هذا الفن وسائل التعبير أصبحت بالنسبة لي أقرب لما أكون بهذا النفس يعني حتى كعملية عملية يعني ممارسة عملية اللوحة يعني أنا نهائيا ما أستخدم مثلا حامل الصورة الستاند أستخدم الطاولة أو ربما على الأرض أرسم فالرسم هو دائما انه انا عندي تخزين كامل لما لفكره اللوحه وليس لتفاصيلها طبعا الفكره ومن ابدا بسرعه وانفعال ولازم انجز الشيء اللي اريده بالوقت المناسب وهذه الشحنه يعني شحنه كبيره تتطور اثناء العمل وحتى من استخدم الورق الصيني يعني انا طبعا استخدم بشكل عام الكانفاس يعني القماش بس من استخدم الورق الصيني هو نفسه الاصلي ورق الرز وتعرفين هذا يشرب اللون يعني يمتص اللون بسرعه هائله فمره عملت معرض في مؤخرا في عمان في عام 94 بالمركز الثقافي الفرنسي فمدير المركز يقول لي انه هذا العمل جميل وانت شلون تعمله وهذا الورق وكذا فاحكي له التفاصيل قلت له هذا الورق صديقي وهذا شريكي في الرسم لانه هو يرسم وهو يساعدني على الرسم ويرسم يعني اكو اشياء هو اسرع من عندي تلاحظين الماده يعني تسعفك كثيرا المواد الفنيه عاده انت تستغليها يعني انت هي وسيله لان ترسمين بها لا هذا هو وسيله ربما يسبقك على الانجاز
فالحقيقة هذه يعني تلائم وياي كثير، تلائم ويا روحيتي، ولهذا اعتبره أساس كبير. لكن المسائل الأخرى الأكثر معاصرة الأكثر حداثة بالتأكيد هي هو الجانب الأوروبي وأمريكا اللاتينية. نعم. المشهد أو المنظر المقتطع من الحياة له أثر، له أثر في رسمك، كيف؟ أعمالي بشكل عام سواء بالرسم أو بالجرافيك هي تعتمد على الطبيعة. نعم. والبيئة بنفس الوقت. في فترة من الفترات أو فترات البداية بدأت بطبيعة مموهة. مموهة يعني لا تعرفين تحديد معالمها، معالمها وأين تقع ومن في أي مكان أو في أي أرض هذه الجسم. وطبعا بعدين استقرت على أنه استخدم الأفق بشكل رئيسي، سماء وأرض وبينهم الأفق الأفق اللي هو حقيقة استمديتها من الطبيعة العربية، يعني الطبيعة المسطحة واللي دائما الأفق مالها يمتد على البصر وواضح جدا وواضح جدا ويأخذ امتداد كبير، يعني الفضاء كبير جدا يعني، ولا زال استخدم الفضاء بنسبة كبيرة في اللوحة. من منطلق هذا انه عدنا احنا الارض ايضا بها سعة وامتداد لا نهائية، والسماء بعد، فاشتغلت على الافق لفترة طويلة جدا، وهذا شو اسمه يعني اعتبره رمز من رموز البيئة او الطبيعة اللي تحيطنا. وبعدين اشياء من الموجوده في البيئه، ربما شخط او حرف او رقم او يعني الاثار اللي يتركها الانسان في بيئته، على رمل ولا على جدار ولا على اي ماده اخرى، لانه بالاساس انا ما استخدم شكل الانسان وانما اثر الانسان. اثر الانسان لماذا دكتور؟ أقرب إلى أن تجردين الأشياء من صفاتها الطبيعية وتنطيها خصائص الأصلية مالتها. يعني أنا بالنسبة لي أعتبر التعبير يكون أقوى والتأثير أقوى من لو كان الشخص أو الإنسان مرسوم بشكل مباشر. يعني نوع هي من الافكار، ما يعني ما اريد افلسفها واقول انها افكار فلسفيه وانما هي نوع من الطروحات في الفن المعاصر، ومن ضمنها التجريد والفكر التجريدي. وعلى بالمناسبه يعني الفكر العربي الاسلامي وفكر تجريدي يعني بالاساس، وعندنا الفن فن تجريدي، الفن الاسلامي هو فن تجريدي، يعني لا تجدين رسم شخص في الفن الاسلامي الا ما ندر او في فترات معينه، بس بالاساس هو فن يعتمد على الاشكال الهندسيه وال يعني الزخرفه سواء كانت هندسيه او نباتيه. ويعتمد على التسلسل واللانهائيه في ترتيب الاشكال. ما بين الظلمه القاتمه والنور الساطع ينتظم عالم ممتد ليشكل فضاء اللوحة عند رافع الناصري، من أدق خبايا الحياة والطبيعة والتي تسعى إلى الثبات في عين الجمال ونسيج الذاكرة. جميل دكتور، واقعنا محمول على الكلمات والمشاعر أو ممكن نقول الوعي، ما مدى انعكاس هذا الواقع على لوحتك التشكيلية؟ الواقع انا اعتبر الواقع العربي الاسلامي مثل ما ذكرت، انا اعتبر كل هذه المعطيات. نعم.
ما مدى انعكاسها وتأثيرها على مادتك؟ أنا أعتقد يعني أو أنا يعني أتمنى أنه تكون هي الأساس في عملي التشكيلي. لتعرفين أنه عندنا مشكلة إحنا في الفن العالمي، أنه يجب أن يتميز واحد عن الآخر، يعني منطقة جغرافية عن الآخر منطقة، يعني لا يمكن أن يتشابه الياباني ويا الأمريكي أو الهندي أو فمن ضمنها الفن العربي. الفن العربي وصل إلى يعني مستوى مهم في العالم وأصبح جزء من الفن العالمي. لأن نتميز يجب أن يكون لنا شيء من الهوية، شيء من الأصالة على الأقل. فإذا لا تستمدين هذه الرموز من الواقع سوف يعني تتشابك مع التجارب الأخرى وتضمحل معها، يعني لا تذكر أصلاً. فتميز الحقيقة، تميز الفن العربي المعاصر هو من استخداماته أو منابعه اللي هي من الواقع العربي الإسلامي. هناك رموز كثيرة، هناك ألوان كثيرة، تشكيلات، تكوينات الروحية. يعني مو سهل أنه نجد روحية مختلفة عن الفنون الأخرى. الروحية العربية الإسلامية المفروض تتميز عن روحية الروحانية الشرقية الأوروبية بالضبط. الواقع يعلمنا الكثير دكتور، الحياة تعلمنا الهزيمة، الاغتراب، رؤية الذات الفردية كيف ظهرت في لوحتك التشكيلية؟ صوت الذات في لوحتك التشكيلية رافع الناصري مشكلة كبيرة الحقيقة، ومشكلة أزلية بالنسبة للفنان. يعني منذ البداية، ربما حتى منذ الدراسة الأولية للفن، عليك أن تتميزي. يعني ربما بصمة التميز مو يعني البحث عن التميز. يعني الكل مثلا في المدرسة كان عندنا أنا موديل، بس أنت شلون يعني ترسمي ضمن مواصفات أكاديمية صارمة جدا، ولا يجب أن تتقني هذه الرسومات، المواصفات الموجودة، الأبعاد، العمق، الشكل، الظل، الضوء، يعني هاي المواصفات الأساسية. بس عليك أيضا أن تتميزي عن الآخر. فهذه مشكلة كبيرة، وطبعا مهما حاولنا في حلها تبقى، وهذا هي هذه ديمومة الفن وهذه خلود العملية الفنية أو اللوحة الفنية، أنه دائما البحث عن التميز، البحث عن الذات في العمل الفني. ومتى ما انسجم الحقيقة الفنان مع عملية الإبداعية، متى ما فكر بنفس الموجة سيتميز. هل حققت شيئا منها؟ طبعا من الصعب القول أنه حققت أو لم أحقق، بس في بعض اللحظات لما أنجز عمل فني وأفرح به أتصور أنه حققت. عندما تحتكم دكتور مثلا إلى روحك الناقدة، خصوصا لك في النقد التشكيلي، الروح الناقدة الحقيقة هي أثناء العمل وعند إنجاز العمل، في لحظة إنجاز العمل. نعم. عندما أراها مكتملة أو أتصور أنها مكتملة. نعم. هذه تحقيق الذات، هذا شيء أساسي ومهم. لكن بعد فترة من الزمن، بعد التمحص، بعد ربما رؤية هذا العمل بشكل طويل، يوصلك إلى أنه عدم قناعة. وطبعا هذه أيضا طبيعية، لأنه عدم القناعة هذه ستوصلك إلى العمل الجديد، وهذا دائما يكون هيكل التكوين العام في لوحة رافع الناصري. هل ممكن نقول أنه هو بناء تنظيمي تتبعه مراحل؟ كانت الحقيقة. أنا أيضا عندي فكر تصميمي، يعني الرسم والتصميم في فترة من الفترات كانوا يعني يتنافسون على العمل. ف
يعني حتى عمليا كنت أرسم وأصمم بنفس الوقت. فالجزء التصميمي من الدماغ في فترة من الفترات أثر على الجزء الإبداعي في الرسم، ولهذا كنت أصمم اللوحة، صمم اللوحة دقيق في تصميمها وكذا، إلى أن اكتشفت لا، أنه هذا مو كافي، هذا مو هو اللي أريده أني بالذات، ومو هو الرسم الحقيقي اللي كان. فمحلت هذه الأشياء، يعني حاولت أن أمارس سطوة على هذا الجانب من الدماغ فبقى صافي في مجال الرسم. والآن يمكن ما راح تشوفين، هو طبعا كل لوحة لازم يكون فيها تصميم، يعني هذا شيء أكيد، بس بالنسبة لي أنا اللي أتحدث عنه كان واضح جدا، يعني حتى كنت استخدم اشكال هندسيه صارمه في اللوحه. الان لا، اسمها يعني اكثر راحه، اكثر حريه بالعمل. اذا الى ما ينشطر فراغ لوحه رافع الناصري؟ قلت لك قبل شوي ينشطر الى سماء واطوى وافق افق افق جدا مهم، جدا مهم. الان تلاشى في المساحتين هذه. جميل. الى حد ما، بس كان واضح جدا، يعني وسط اللوحة ودائما في وسط اللوحة، والمساحتين هذه يعني تكاد أن تكون متساوية. من التعريفات الشائعة حول تعريف الفن هو استنساخ للامرئي في المرئي، ماذا يعني هذا القول بالنسبة لك؟ كيف تنظر إلى هذه المقولة؟ هذه مقولة تجريدية بحتة، والحقيقة هي العملية الفنية كلها هي تعتمد على هذا، أنه لا مرئي تحولي إلى مرئي. هو بالضبط ليس لا مرئيا بشكل كامل. الحقيقة الفنان يستشرف الأشياء ويشوفها أكثر من الإنسان العادي، لأنه لديه عين مدربة بحيث أنه ترى الأشياء وترى ما خلف هذه الأشياء. ولهذا ربما تجدين في الطريق شيء صغير ممكن أن يكون هو عالم كامل، هو عمل فني بالطبع متكامل، وربما الإنسان العادي يشوفها لا يستثيره أو حتى يشوفها قبيح يمكن. بينما الفنان هناك نظرة معينة إلى الشكل واللون الحجم الأشياء هذه، تفاصيل الصغيرة، ممكن من هذا الشيء الصغير المهمل أن يكون عملا فنيا مهما. جميل. هل تحتكم إلى ذاتك الناقدة؟ قبل قليل قلت وأثناء الرسم. نعم. هل هذا ممكن نقول أنه يحيل بينك وبين العملية الإبداعية وأنت ترسم؟ لا أبدا، بالعكس يعززها. يعززها نعم. يعني طبعا بمعنى السلبي والإيجابي، يعني أنا لا أقول أني واعي تماما أثناء العملية الفنية، بس أنا متحكم يعني بالبصريات اللي أشوفها أمامي واللي تظهر من خلال التقنيات. فأشوف يعني ما يلائمني في من هذه الأشياء وأمسكها، أو أتوقف عند اللحظة اللي أتصور أنها أفادتني وأعطتني الكفاية. فهذه حالة نقدية. أما الحالة النقدية الأخرى فهي ما بعد العمل الفني، وحتى ما بعد العرض الفني أصلا. يعني أنت تعرفين أنه لما الفنان يخلي أعماله في معرض أمام الناس، يكون مو ملكه، يكون ملك الناس. ويعني سيستعير عين أخرى ليرى هذه الأعمال. فالحالة النقدية راح تكون أوضح وطبعا أهم وأصدق بهذه، إضافة إلى أنه دائما المقارنات، وبدون مقارنات لا يمكن أن يتطور الفنان. طبعا المقارنات لا تنتهي، لأنه عندنا ملايين الأعمال والتجارب الأشكال الصورية من الكهوف إلى حد الآن. فتاريخ الفن هناك تجارب عظيمة ومهمة جدا على مستوى الإنسانية، دائما لازم واحد يتعلم منها، ولازم يتأملها
يفكر بخصائصها وعلى مستوى آخر على مستوى المعاصرين أو المزاملين إلى واحد أيضا يقارن. دكتور، ما دمنا دخلنا في جو المعارض أو ذهبنا إلى مثلا المتلقي، كيف للمتلقي أن يتوحد مع يعني بكل جوارح بكل أحاسيسه مع بواطن قديم اللوحة؟ كيف له؟ الحقيقة هي عملية مو سهلة أبدا، يعني هذه تحتاج إلى تدريب بصري كبير. الإنسان العادي متعود على أشكال معينة وأشكال مألوفة، يعني ألفها في البيت وفي الشارع وفي المكتب وفي حتى الطبيعة، يعني أشياء معينة هو يشوفها وقابلها، ولهذا يتصور أو يطالب الفن أن يعكس هذه التصورات البسيطة، بينما الفن هو أبعد من هذا وعمق وتعبيره أشمل من هالأشياء هذه. ولهذا بالنسبة للعين الغير مدربة أي شيء غريب على المألوف لا ينسجم معه. يعني أنا ما أقول التجريد البحث، وإنما تغيير بسيط في ألوان الطبيعة أو في ألوان البشر أو تغيير في نسب الإنسان يكسر توقع المتلقي بالضبط. يعني دائما إذا تسمعين يقول لك هذا سريالي، يعني اصطلاح طبعا شعبي أصبح يقصد به مش مفهوم التجريد، العمل المجرد أو مبسط. هل اللوحة ولادة؟ بالتأكيد. كيف؟ ولادة صعبة. كيف دكتور؟ بالنسبة يعني طبعا تعرفين انه هي تهيئة بالأساس، تهيئة لفترة طويلة. طبعا هي هذه الفترة اللي قبل اللوحة، يعني قبل تهيئة اللوحة، هي طبعا مخزون منها سنين تجربة طويلة، بس الاختزال في هذه الفترة اللي قبل ما تبلشين العمل، قبل ما تبدئين بالعمل وبداية العمل والصراع مع سطح اللوحة، يعني الأفكار كل الألوان كل الجسم، أنت لازم تختارين الشيء المناسب اللي بحيث أنه يكون هو الأمثل في التعبير. هذا الصراع، هذا التنافس على الأشكال والألوان وما إلى ذلك، يعني يحصر الفنان في حالة جدا صعبة. أما أن تطلع ولادة طبيعية أو قيصرية وكثير منها قيصرية، لكن لما تطلع ولادة طبيعية وتنتهي النقطة الأخيرة في العمل الفني، يعني فرحة لا توصف، يعني سعادة كبيرة. هذه اللحظات أو هذه اللحظات السعادة هي اللي يعيش عليها الفنان، ولا يعني الفن كان أصبح روتين وعمل عادي. بالمناسبة الصينيين كيف ينتهون من اللوحة؟ كيف؟ آخر لحظة يشيل منها هو يقول أنه بداية وضع الريشة أو الفرشات، يعني الفرشات الصينية المعروفة مدببة جدا، يعني تنتهي وكأنه رأس الدبوس، يعني أو بحجم رأس الدبوس، فيبدأ ويرسم براحته وكذا، بس اللحظة الأخيرة اللي يشيل هذه، لأنه إذا مشى لها في اللحظة المناسبة سينتشر الحفر، فلازم يعرف بالضبط شنو هاي اللحظة. يعني فهي هذه لحظة الولادة بالنسبة لهم، انتهاء اللوحة، ينتشي يسعد. لوحتك تحاور من؟ أنا أفترض تحاور الجميع، يعني الحقيقة أسعى لأن أحاور جميع. نعم. والمفترض يعني الناس بشكل عام لهم علاقة بشكل أو بآخر بالبصريات، ومنها اللوحة الرسم أو الجرافيك أو يعني العمل الفني بالذات. يعني لا افترض نوعيه معينه او صنف معين او طبقه معينه من، يعني افترض انه الكل
لكن بالتأكيد دكتور اتجاهك كما ذكرت وتفضلت سابقا أنك تعتمد على التجريد وتبتعد عن التصنيفات البسيطة. نعم. إذا هناك متلقي يجب أن يكون على درجة من مو شرط أبدا. كيف؟ وأنا من خلال تجربتي حقيقة وسعدت بهذه الملاحظات وهذا التجاوب. نعم. يعني كثير من الناس البسطاء كانوا يتابعون عملي في العراق بالذات. نعم. يتابعون عملي ويعجبون بهذه الأعمال ويعني كم حالة من الحالات استغربت أنه هذا النوع من البشر بهذا المستوى الثقافي بهذا المستوى المعيشي ممكن أن يعجب بلوحة من لوحاتي على مستوى عمال وبسطاء. يعني مرة كنت لازال أبني بيتي الجديد في بغداد وجبت زجاج من واحد من المعامل الزجاج حتى يوصل للبيت، فالسائق سيارة ومساعد وعامل حتى ينزل هذا الزجاج فنزله وانتهى، فدا اريد انطي إكرامية لهذا. قال استاذ لا يعني ما اخذ من عندك. قلت له ليش ما تاخذ من عندك؟ قال لي بالذات من عندك ما اخذ. قلت له ليش ما تاخذ من عندي؟ قال لي انه احب اعمالك. بعفوية قال. قلت له مين شايف اعمالي؟ قال انا ما عدا بالصحافه انا شايف مره يعني تعرفين عندنا المتحف الوطني في منطقه وسط بغداد. قال مره دخلت الى هذا المكان وشفت اعمالك واعجبت بها. فالحقيقه يعني شو اسمه يعني فرح وسعدت كثيرا وقلت له لا ما راح اعطيك اكراميه بس راح اضاعف لك هذه الاكراميه. دكتور ذكرت سابقا أن الصينيين يعيشون الرسم، يعني يعيشون هذه الحالة. إذا قلنا رافع الناصري لا يرسم بل يعيش الرسم، هذه الحالة تمارس فعل الحياة أو فعل العيش على مساحة اللون، مساحة اللوحة، كيف؟ كثيرا الحقيقة يعني أنا بالنسبة لي ممارستي يومية للعمل الفني مو شرط يعني عمل مباشر مع اللوحة وإنما تحضير ربما على ورق، تحضير كتابة، مشاهدة، التفتيش عن أشياء صغيرة في أي مكان، على الساحل ولا على الشارع ولا في جريدة أو مجلة أو قصاصة أو شيء من كل هذا. هذا شو اسمه يفيد العمل الفني الكبير يعني المنجز الكبير. وبعدين يعني هل تذكر لنا أمثلة دكتور؟ يعني هذه الأشياء اللي كانت تلفت نظرك أو أشياء بسيطة أو يعني سويت منها لوحات يعني على الساحل وبال يعني خذيت منها قبل هذا يعني الحر قبل هذا الحر يعني ايه؟ كنت أروح إلى عسكر إلى قرية عسكر على ساحل البحر وطبعا البحر جميل ويعني اتمتع به واتنفس هواء البحر العليل وكذا، بس هذا كله ثانوي بالنسبه لي. افتش على الساحل على خشب متغير لونه من البحر، على بسامير مزنجره، القواقع البسيطة، أنواع من القواقع اللي شو اسمه غريبة لها مثلا قدم ولها لون غريب، إلى الرمل نفسه علاقته ويا ربما حبل متروك أو يعني هالأشياء هذه كلها تثير خيال وتعطي يعني دفع لفهم الأشكال الفنية والألوان بالذات، يعني ألوان أيضا تفيد. جميل. الفن نوع من المسعى الدائم نحو الجمال. نعم. كيف يكون عند رافع الناصري من خلال التماعات اللون والشكل وتوهجها ومن خلال لعبة الظهور والتجلي؟ يعني جماليات العمل الفني حقيقة تختلف من نظرة إلى نظرة. يعني أنا بالنسبة لي مثلا في فترة من الفترات كنت أستخدم اللون الأسود بكثرة. الأسود الكثير من الناس يعتبرون الأسود غير جميل، لون غير جميل أو لون حزين ولهذا يرفضوه. شوفي هذه نظرة جمالية مختلفة عن النظرة السائدة للأشياء. أكو مثلا بعض الرموز في العمل الفني
الكثير مثلا تستفز او يعني يشمئز منها، ليست متعارف عليها، ليست مقبولة بالدرجة الشعبية. هذه ايضا نظرة جمالية احادية. فالجماليات اللي باللوحة حقيقة هي منها ما موجود في الواقع ومنها ما هو مبتكر او متخيل. والعمل الفني اذا كان دائما يعني معروف الرموز مالته او الاشكال وليس فيه ذلك الغموض المحبب في العمل الفني يبدو ساذجا وبسيطا وعاديا. ممكن نقول دكتور علاقتك مثلا مع اللون الاسود خصوصا مثلا كما ذكرت انه تمثل مثلا حاله من الاحتواء، خصوصا ان اللون الاسود ممكن يحمل فلسفه جميله، ان اللون الاسود اذا خلطت جميع الالوان تعطيك اللون الاسود. اكيد لا، ان هي تستوعب جميع الالوان. انا جاي بالنسبه لي لا، جاي من 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 شيئين، جاي بالاساس انا دراستي اختصاصي يعني بالصين هو كان الجرافيك اللي يعتمد على اللون الاسود بشكل أساسا. مباشر، فتعودت عليه وتعلمنا انه من خلال اللون الاسود نعبر على كل الالوان وتدرجاتها وقيمتها اللونية. يعني من خلال لون واحد اللي هو الأسود ممكن أنه تعبرين عن الأحمر والأزرق والأصفر والأخضر وكل هذه الألوان. فهو اللون الأساسي وهو طبعا يجمع كل الألوان، بس في نفس الوقت يعني تخليه على سطح اللوحة ملك الألوان أو سيد الألوان، يعني هو الرئيسي الأقوى. والشيء الثاني ايضا تعلمته بالصين انه هو اللون الاسود مو لون الحزن، هو لون الفرح. يعني لما يفرحون يلبسون الاسود، ولما يحزنون يلبسون الابيض. فامتزجت طبعا عندنا ايضا. ولا الاحمر دكتور، خصوصا الصين لهم علاقه يعني. الاحمر ايضا مهم، هذا مهم الحقيقه. الاحمر يعني ما عدا الصين، فحسن كان يستخدم الأحمر بشكل مدهش. تعرفين أنه يستخدم الألوان الصحراوية والترابية بشكل عام ويضع مع الأحمر، فكان أحمر متميز. فكنا دائما يعني سواء طلاب أو زملاء بعدين كنا نحسد على هذا الاستخدام، ودائما يعني نحاول أن يعني ننافس فائق حسن في استخدام هذا اللون الأحمر. الحقيقة من أجمل، وأنا أستخدمه بكثرة أيضا. دكتور، هل على الفنان يعني يجب أن يمتلك جرأة معينة حتى يكون علاقة مع لون معين في لوحاته؟ جرأة كبيرة، كل الجرأة، وبدون جرأة لا يمكن أن الفنان ينتج شيء. يعني في ألوان مثلا عندما تنظر إلى لوحة مثلا ترى الألوان، هل مثلا تربط بين اللون المستخدم وبين شخصية أو جرأة أو مدى مغامرة هذا الفنان أكيد في استخدام أكيد اللون؟ أكيد أكيد. والآن في، هل في حالة تخوف من فنانين معينين في التعامل؟ لا، هذا إذا مو هو مو فنان. الذي يخاف من 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 الوسائط الفنية أو نفس التفاصيل العمل الفني، هذا مو فنان. الفنان عليه أن يكون جريئا بالتأكيد. يعني طبعا هو في لحظات معينة هناك تردد وخوف كبير من الإقدام على العمل، لكن متى ما أقدمتي خلاص تنتهي المسألة، تكون طبيعية. ولهذا التردد غير مستحب بالعمل، وحتى في يعني في عملية الدراسة الفنية إذا واحد متردد وإذا واحد يعني لا يكرر الممارسة هذه لا يتعلم، لا يتطور. أنا يعني دائما أقولهم طلابي أنه أرسموا وشقوا العمل، يعني حتى يعني قطعوه حتى لو كان جيد، لأنه العمل اللي بعده راح يكون أحسن واللي بعده راح يكون أحسن. لهذا لا تترددوا، يعني ما أعلمهم الخوف نهائيا. أرسم ايش ما تريد وبعدين إذا طلع زين خلاص شق.